إذن هكذا هذه راهي على 10 الخليه كما راك تشوف راهي ما شاء الله راهي نحل تقريبا ماشي تقريبا خلاص راه مغطي الاطارات كلهم في 10 من الاول حتى الاخير. احنا درك نزيدوا له العاسله من فوق وانا باش نسرع عمليه صعود النحل الى العاسله واش راح ندير؟ راح نستخرج اطار من الحضانه ومن الاحسن يكون اطار من الحضانه المغلقه نستخرجه منه ونحطه الفوق في العاسله. تبعني على كل حال الطريقه مش صعبه وماهيش معقده دير شويه تدخين فقط هكذا لماذا الحضانه المغلقه؟ لانها تحتاج الى عنايه قليله من النحل صافي دير حتى لو انت مثلا قمت برفع الاطار الى العاسله وفي تلك الليله مثلا انخفضت درجه الحراره واضطر النحل للنزول الى التدفئه في صندوق الحضانه في الاسفل النحل مش راح يموت الحضانه هذيك المغلقه مش راح تموت راح تستطيع ان تقاوم وتعيش عادي لكن لو ترفع اليرقات ولا الحضانه المفتوحه اسمح لي ثواني راح يكون عندنا اشكال في حاله البرد ندير شويه تدخين ايوا هذا الاطار مليح مش كله حضانة مغلقة ولكن معليش انا اصلا بما انه اطار مشوه انا راح نرفعه هكذا شوف هاي من العسيلة تاعي هاي فيها الاطارات من الشمع الاساس هذا الاطار راح نحطه هنايا في الاسفل هكذا النحل تاعنا راح يبنيه بسرعة ربما خلال هذه الليلة راح يبدا يبنيه بما انه الجو راه شوية دافي ومع قليل من التغذية راح تكون عملية البناء سريعة جدا صح معليش خلينا نشوف راني نشتغل بيد و هكذا نحطه في الوسط الإطار هذا عملية سهلة جدا وبسيطة ايش معقد نهائيا هكذا ممتاز شوف الاطار هذا النحل راح يكتشف وجوده في الاعلى وراح يقوم بالعنايه به والافضل والاجمل يعني الخبر السار انه راح يبدا في بناء هذا الاطار وبناء هذا الاطار في اسرع وقت ان شاء الله ممكن خلال يومين او ثلاث ايام القادمه ايوه هكذا هذا اللي نسموه حنايا التوسع العمودي نغلقوا الخليه تاعنا هكذا باحكام نزيدوا الغطاء تاعنا هكذا وبعدين نقدموا لها التغذيه اذا كتب ربي ان شاء الله